في المحاضرة دي يا جماعة هنتكلم على الـ application of the first law of thermodynamics على الـ control volume systems. المقصود بالـ control volume systems أو الـ open systems دي هي عبارة عن الـ systems اللي بيبقى مسموح فيها لدخول وخروج الماس بحرية. وطبعا قبل ما نتكلم على الـ analysis دي لازم نبقى عارفين او لازم نبقى فاهمين الماس كونزرفيشن. عشان كده اول حاجة هنتكلم عليها هي الكونزرفيشن اوف ماس، لان دي هتساعدنا في الاناليسز اللي هنعملها بعد كده لاي كومبوننت لاي كنترول فوليوم هنطبق عليه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. الكومبوننتس دي انا بقصد بيها ايه؟ بقصد بيها مثلا حاجة زي النوزل، الديفيوزر، الكمبريسور، التوربن، الابليكيشنز اللي بنلاقيها في الريل لايف. بنلاقي الحاجات دي شغاله بتشتغل، بس هاو تو ابلاي الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس على الحاجات دي، ايه الريليشن شيب بين الورك والهيت والانثالبي بتاعه الفلوينج فلويد. Conservation of mass principle ده simply عبارة عن علاقة الماس فلو اللي بيدخل للكنترول فوليوم باللي بيخرج منه باللي بيتخزن فيه. ايه علاقة التلاتة دول مع بعض؟ دي اللي عايزين نوصل لها. بس في البداية انا هعرف لو عندي كنترول فوليوم بيخرج او بيدخل ليه ماس ازاي هنقدر نعرفها. فهفترض الأول إن أنا عندي مساحة انفينيتيزمال اسمها DAC. DAC دي معناها cross sectional area. طبعا الـ area is vector واتجاهها هو النورمال على الـ area الـ unit vector n، normal unit vector n. فلو حصل من الـ area دي إنه خرج fluid بسرعة اسمها V which is vector، فأنا عندي الـ V vector والـ area vector. فI can define the mass flow rate as the integration of rho vn dAc. هي actually الاتنين دول مع بعض كانوا أساسهم v dot dA dot product بتاع ال two vectors اللي هما السرعة وال area. dot product بتاع الاتنين دول معناه إنه ال dA أو ال area مضروبة في السرعة cosine theta. فده معناه إن أنا لازم أخد المركبة، لازم أخد في اعتباري لما أجي أحسب الماس فلو ريت لازم اخد في اعتباري مش السرعه نفسها، لا اخد مركبه السرعه العموديه على الاريا فقط اللي هي اسمها انا مسميها هنا في ان. الانتجريشن ده انا بحتاج ان انا اعمله اذا كانت السرعه او الكثافه بيعتمدوا على الاريا، بيتغيروا مع الاريا، بيتغيروا مع البوزيشن. فلو حصل مثلا ان انا جيت قلت لك ان السرعه كانت في الاول هنا خالص كانت واحد واتغيرت في الاخر خالص بقت 10، ده معناه ان كل ما بمشي على السطح اللي بيخرج منه الماس ده السرعه بتتغير. يبقى السرعه ديبندنت على البوزيشن، ديبندنت على الاريا. في الحاله دي محتاج اعمل التكامل. طب لو ما كانش وكانت السرعه ثابته والكثافه ثابته، في الحاله دي الام دوت، ودي في اغلب الاحوال بتكون ام دوت بتساوي الرو في مركبه السرعه العموديه على الكروس سكشن اريا. في بعض الاحيان بحتاج ان انا اتعامل مش مع الماس فلوريت، بتعامل مع الفوليوم فلوريت. علاقة الماس فلوريت بالفوليوم فلوريت هي نفس علاقة الماس بالفوليوم. كلنا عارفين ان الماس او الفوليوم هو عبارة عن الماس اوفر رو. نفس الكلام هنا، لو قسمت الماس فلوريت على الرو هحصل على ما يسمى بالفوليوم فلوريت. فهنا انا بعد كتلة بتعدي من كروس سكشن اريا في ثانية واحدة، هنا لو عد حجم بيعدي من كروس سكشن اريا في ثانية واحدة. وبالتالي الرو هنا بتطير وبيصبح الانتجريشن مفهوش الرو. ودي الفورم او الايكويشن بتاعت الفي دوت او الفوليوم فلو ريت كفانكشن في الاريا والسرعة. وما ننساش ان السرعة والاريا دول لازم يكونوا طيب ايه هو بقى الكونزرفيشن اوف ماس برينسيبل؟ في الحقيقة إنه الإيكويشن اللي موجودة تحت دي هي عبارة عن إيكويشن جنرال لأي كونزرفيشن
of mass أو of energy أو momentum. في analogy بين ال conservation of mass و energy و momentum. التلاتة دول في الميكانيكال انجينيرينج مهمين جدا وبنستخدمهم كتير. analogy يعني إيه؟ يعني التلاتة ليهم similar form، ليهم شكل واحد. الشكل ده في الحقيقة ليه أساس رياضي أو في mathematical theory بتعبر عنه، وهي رينولد ترانسبورت ثيوري. خليني أكتبها لكم، هي اختصارا بتتقال عليها R T T. إيه رينولد ترانسبورت ثيوري؟ رينولد ده بيقول إنه معدل التغير أو معدل التغير اللي بيحصل داخل كنترول فوليوم، سواء بالنسبة للماس أو الانرجي أو المومنتم، التغير اللي بيحصل داخل كنترول فوليوم ده هنعبر عنه، أو اللي هيعبر عنه هو فرق اللي داخل من اللي خارج. طيب تعالوا نشوف التطبيق بتاع حاجة زي كده بالنسبة للماس. يعني أنا لو عندي تانك وداخل التانك ده كتلة، أو دخلت للتانك ده كتلة 10 كيلو جرام، خرجت منه 9 كيلو جرام، طب إيه بقى اللي حصل جوه يا ترى؟ تقدر تحدد اللي حصل جوه؟ آه طبعا أقدر، لأنه ده بيقول لي لأنه الماس cannot be generated or destroyed زيها زي الإنرجي. فلو بدخل 9 وخرجت 1 يبقى لازم يكون اتخزن هنا 1، وهو ده actually السيت اب بتاع الماس كونزرفيشن اللي احنا شايفينه فوق. total mass entering the control volume minus the total mass exit، ده بيساوي الدلتا ال change of the mass within the control volume. طب لو حبيت اكتب الايكويشن دي في صوره ماثيماتيكال، يبقى سيجما ام دوت سي اس، ده هو طبعا كلنا عارفين لما يكون عندي فوليوم، اي فوليوم بيبقى ليه سيرفيس، فالسي اس ده بيعبر عن الكنترول سيرفيس اللي هو عباره عن الباوندريز بتاعه الكنترول فوليوم، لانه اكيد الماس دي مش هتدخل الا عن طريق اختراق باوندري، زي ما شفنا واحنا بنعمل اناليسز للماس. يبقى سيجما ام دوت ان from the control surface minus sigma out from the control surface، دي لازم تاكسبريس التشينج اللي حصل جوه، وانا اديت لكم مثال لحاجه زي كده عن طريق التانك اللي بيدخله وبيخرج منه ماس متغير. وطبعا التشينج ده اكيد هيكون صفر اذا حصل ان كان اللي داخل واللي خارج واحد. طيب في بعض الأحيان بحتاج إن أنا أستخدم المعدل، لأنه هنا أنا بقول 10 كيلو، طب لو قلت لك 10 كيلو جرام في الثانية، عم continuously continuous mass بتدخل داخل control volume، فبنسميها بمعدل، ومعدل mass flow rate 10 كيلو جرام في الثانية، وبيخرج 9، يبقى لازم يكون في معدل تخزين قيمته 1. ده الفرق بين الاثنين. عشان احول الشكل بتاع الايكويشن ده للريت فورم، باخد التوتال ديريفاتيف بتاع الايكويشن بالنسبه للزمن، فبيكون عندي سيجما ام دوت ان للكنترول سيرفيس ماينس سيجما ام دوت اوت من الكنترول سيرفيس، ده لازم يكسبريس ايه؟ معدل التغير للماس داخل الكنترول فوليوم اللي هو الترم ده. طيب انا دلوقتي هعمل further analysis للderivative ده اللي هو dm cv by dt اللي هو الرايت هاند سايد بتاع الماس كونزرفيشن ايكويشن. كيف يحدث التغير للكتله داخل الكنترول فوليوم؟ عشان اوصل لاجابه على السؤال ده هعمل ايه؟ هاكسباند الماس واقول ان هي rho times الفوليوم itself، الفوليوم بتاع الكنترول فوليوم مضروب في كثافة الحاجة اللي جوه دي الماس. طيب بعد كده هعمل ايه؟ الدريفاتيف بتاع رو تايمز في هكامله، هعمله تكامل، يبقى كأني ما عملتش حاجة. يعني بمعنى تاني
انه الانتجريشن اللي انا كاتبه فوق ده هو عبارة عن integration of the derivative بتاع ايه؟ ده بتاع رو تايمز في سي في. تكامل التفاضل مفيش حاجة. طب انا عملت كده ليه؟ انا عملت كده عشان عشان زي ما قلت لكم اكسباند الرول دي، لانه من الواضح انه ممكن يكون تاثير في تاثير للرو على الماس بتاعت الكنترول فوليوم وكذلك الفوليوم اتسلف، فاي تغيير في واحد فيهم هيغير الماس. فالتوتال ديريفاتيف بتاع اكس تايمز واي او رو تايمز في هو عباره عن ايه؟ رو دي في بلس في دي رو. من هنا بيظهر ان اي تشينج في الماس داخل الكنترول فوليوم هيكون سببه ايه بقى؟ هيكون سببه تغير في الفوليوم او تغير في الكثافه. طب الكلام ده ممكن يحصل ازاي؟ او ايه اكزامبل على كده؟ الاكزامبل على كده التانك اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه، لما يكون فيه شويه ماس موجوده جوه، اذا الحجم ليكويد اللي موجود جوه ده عباره عن ليكويد، اذا الحجم ده زاد او قل يبقى الماس بتاعت الكنترول فوليوم هتزيد او تقل. طيب ازاي الكثافة لما تتغير تغير الماس؟ كلنا عارفين تانك، التانكات اللي بيبقى فيها اكسجين ونيتروجين بنستخدمها في اماكن كتيرة. فالتانك ده لو مقفول وجيت فتحته ايه اللي هيحصل؟ الفوليوم بيكون ثابت ولكن الكثافة بتتغير. الكثافة بتتغير لانه الكثافة بتاعت الجاس بتكون بي على ار بي على ار تي، وبالتالي الضغط لما يقل هيأثر على الكثافة. ده معناه انه على الرغم من ان الحجم بتاع الجاز ثابت بس كتلته ممكن تتغير. طب ايه اللي يعبر لي عن تغيير الماس اللي جوه التانك ده؟ اللي يعبر عنها هو تغيير الكثافة مش تغيير الحجم زي ما موجود في الليكويد. طب اذا حصل انه ده لا اتغير، لا ده اتغير ولا ده اتغير، فبيكون الترم ده اللي هو دي ام سي في باي دي تي هيساوي زيرو. زي ما احنا شايفين كده الحالة دي حالة خاصة جدا وبنسميها او بيكون عندها الماس اللي داخلة والماس بيساوي بعض. ده بيحصل في ما يسمى بالستيدي فلو كونديشن. فالستيدي فلو كونديشن بتعني انه لا يوجد تغير للماس اللي داخل الكنترول فوليوم. الاخ اللي جوه ده في كتلة ما بتتغيرش، دايما ثابتة. ففي الحالة دي لما يكون عندي steady flow condition أو steady flow process بتكون m dot in هي نفسها m dot out أو sigma m dot in، لأنه ممكن يبقى عندي multiple inputs أو multiple outputs. تخلي بالك إنه على الرغم من تساوي الماس فلو ريتس اللي داخلة واللي خارجة، مش شرط يكون ال v dot اللي داخلة وخارجة زي بعض. ليه؟ لأنه ممكن يبقى عندي steady flow condition لـ air compressor مثلا، اللي هو الكيس التانية دي. في الكيس التانية دي في عندي air compressor داخل mass flow rate قد ايه؟ 2. طيب وخارج قد ايه؟ 2. دي steady flow condition. طيب ال V dot اللي دخلت قد ايه؟ 1.4 واللي خارج 8. طب ازاي؟ طبعا الكلام ده هيكون سببه الكثافة، لان ما تنساش ان انا عندي المفروض هنا في كثافة عشان الماس to be conserved. طبعا الماس is conserved لانه ده الماس دي حاجه من الحاجات اللي لازم يحصل لها conservation زيها زي الانرجي، ولكن الفوليوم flow rate is not. طيب سبب الموضوع ده ايه؟ سبب الموضوع ده ان الكثافه في الدخول غير الكثافه في الخروج، وده شيء متوقع طبعا. لما باجي اضغط جاس عن طريق air compressor اللي بيحصل ان ضغطه بيزيد، درجة حرارته بتزيد، فبتكون بي على ار تي مش زي بعض في الدخول والخروج. فاللي بيحصل انه مش الفوليوم الفي دوت اللي بيبقى ثابت، لا ده في دوت تايمز الرو اللي بيبقى ثابت. طيب يبقى احنا لازم عشان نتعامل مع الايكويشن اللي تحت دي اللي هي بيكون فيها في دوت ان بتساوي في دوت اوت، لازم اخد بالي انه الكثافة تكون ثابتة. يعني الفلويد ده يكون ايه؟ يكون incompressible، كثافته ثابته. غير كده
الصح والاساس انه الام دوت في الستيدي فلو كونديشن ان الام دوت هي اللي ثابته مش الفي دوت. الفلو ورك دي حاجه كنا اتكلمنا عليها قبل كده، وكانت هي اللي بتفرق الانترنال انرجي عن الانثالبي. الانثالبي هي نفسها الانترنال انرجي، بس عشان الفلويد ده بيتحرك فبيبقى معاه فلو ورك، بيبقى معاه ورك او انرجي قيمتها او بنسميها فلو ورك، هي اللي بتمكنه انه يقدر يتحرك. فاحنا بدل ما نوصف دي الانترنال انرجي لوحدها والفلو ورك لوحده، بنوصف الاثنين مع بعض في كومبايند بروبرتي، ثيرموديناميك بروبرتي اسمها انثالبي. فلو جيت تخيلت ان انا في عندي فلويد عايز احركه من هنا عشان يخرج من هنا، فاتخيل ايماجينري ان انا عندي بيستون بيحرك، بيستون بيحرك الفلويد ده مسافة معينة L. فأنا ببذل فورس F تايمز L، هو ده الفلور. الفورس هي بريشر تايمز الاريا. طيب الاريا مع اللينث دول بيدونا فوليوم، فأصبح الفلور باي ديفينيشن هو البريشر تايمز ال V. وده شيء لوجيك برضو، لأنه البريشر كل ما يزيد البريشر بتاع الفلويد كل ما ده بيدينا انديكيشن ان هو يقدر يمشي مسافة أكبر. طبعا هنا ان جول، وهنا طبعا سبيسيفيك اللي هو جول بير كيلو جرام. طيب دلوقتي احنا كنا عرفنا الانرجي للكلوزد سيستم. لما اجي اقيس الانرجي بتاعت كلوزد سيستم بقول ان مكوناتها هم الثلاثة دول. طبعا ممكن يبقى في حاجات تانية بس دول اللي هم most commonly used. واحدة من الثلاثة دول أساسية لازم تبقى موجودة، اللي هي اليو اللي فانكشن في درجة الحرارة، اللي هي بتساوي C تايمز T. على حسب بقى هو جاس يبقى C CV، أو لو solid أو liquid يبقى C وبس. كاينتيك انرجي ممكن تبقى موجودة، البوتنشال انرجي ممكن يبقى عندي حاجات تانية، بس دول اللي هم زي ما قلت most commonly used. طيب اذا كان عندي open system ايه اللي هيحصل؟ اللي بيحصل ان انا الانرجي دي بقيسها عن طريق حاجة اسمها ثيتا، بقول ان هي ثيتا. ثيتا دي هي نفسها الـ E بس مجموع عليها الفلورك، لانه ده الفرق بين الكلوزد والاوبن سيستم، ان بيبقى في عند الفلويد او في للفلويد اكسترا انرجي اسمها فلورك. طيب الاثنين دول مع بعض لو جمعتهم هيدينا اللي اسمه الحاجه اللي اسمها او البروبرتي اللي اسمها انثالبي. ده معناه ان الاماونت اوف انرجي ترانسبورتد ان اوبن سيستمز كان بي كالكوليتد باي ام ثيتا، اللي هي ام اتش ام تايمز اتش بلس كاينتيك انرجي بلس البوتنشال انرجي. في صوره معدل بقى اللي هو الريت اوف انرجي ترانسبورتيشن اي دوت باي ماس، الريت اوف انرجي كاريد باي ماس هو ام دوت تايمز ثيتا. اوكي، ودي طبعا هي دي عمليه تحويل الانرجي لباور، زي ما حولت الماس لماس فلو ريت انا اقدر احول الانرجي لباور عن طريق الام دوت. ده طبعا ليه فلويد. لو رجعنا سريعا كده للسيت اب بتاع الانرجي ايكويشن او الفريست لو اوف ثيرموداينامكس، زي ما قلت لكم هو انالوجس ل الماس كونزرفيشن، انالوجس للمومنتم كونزرفيشن. وهو ببساطه بيقول لي ان اللي بيدخل ماينس اللي بيدخل بيكسبريس التشينج. بس في الاوبن سيستم احنا بنتعامل مع ريت، فهنا الـ rate of energy input to the control volume minus the rate of energy out from the control volume، ده لازم يexpress ايه الـ total rate of change of the energy inside the control volume. طيب امتى دي تتغير؟ امتى الـ right hand side ده يبقى فعلا موجود؟ يبقى ليه value؟ هنعرف نجاوب على السؤال ده لما اعرف ما هي مكونات الانرجي اللي بتبقى داخل كنترول فوليوم. يو بلس الكاينتيك انرجي بلس البوتنشال انرجي، وكلنا عارفين الكلام ده من زمان. طيب السؤال بقى دلوقتي كيف تتغير او امتى تتغير الانترنال انرجي مع الزمن؟ لو جبت ميه بتغلي او ميه وهغليها سخنها يعني لغايه ما تغلي،
اللي بيحصل ان درجة حرارتها مع الوقت بتزيد اهو، ده كده دي حالة بيكون فيها الدريفاتيف ده مش زيرو. عندي جسم او كنترول فوليوم السرعة بتاعته بتتغير، يبقى السرعة اصبحت فانكشن في الزمن، يعني كل ما الزمن يتغير السرعة بتتغير، يعني كده ده يسبب ان الرايت هاند سايد بيساوي زيرو، ما بيساويش زيرو. عندي سيستم او كنترول فوليوم طالع او نازل الاليفيشن بتاعه بيتغير، دي حالة من الحالات برضو اللي بيكون فيها الديريفاتيف اللي موجود في الرايت هاند سايد ده مش قيمته مش بيساوي زيرو. طب لو التلاتة دول مش موجودين، دي حالة مشهورة جدا بتسميها ستيدي ستيت كونديشن، وهي بتتطلب انه يكون الفلو كمان ستيدي. لو الفلو مش ستيدي مش هيحصل عندي ان يبقى فيه ستيدي ستيت كونديشن، فعشان كده بنسميها ستيدي ستيت ستيدي فلو بروسيس. اذا حصلت دي، ودي بتبقى موجودة كتير في الحقيقة مش هو فرض وخلاص، بيكون الرايت هاند سايد بس احنا لازم نتأكد ان السيستم اللي بنتعامل معاه هو ستيدي ستيت ستيدي فلو كونديشن زي ما قلت لكم بالشكل ده. فاذا كانت دي زيرو، ده معناه ان الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس للاوبن سيستم هيبقى شكله سيمبل جدا، بيقول لي انه وات ايفر ان لازم يساوي الاوت. طيب السؤال بقى دلوقتي، كيفية دخول وخروج الانرجي من كنترول من والى كنترول فوليوم بتحصل ازاي؟ ايه عن طريق ايه؟ How energy is transported into the system and out from the system by heat رقم واحد، by work ثلاثة، by mass. mass is energy carrier، الماس وهي داخلة ممكن تبقى مدخلة معها energy وتخرج وخارج معها energy، زي بالظبط كده في السخان بتاع المية. سخان المية بيدخل له ماس، درجة حرارتها بتاعت المية صغيرة، بيخرج ميه درجة حرارتها أكبر، فالميه وهي خارجة وداخلة حصل إيه؟ إن هي أخدت إنرجي معاها. طيب يبقى التلاتة دول مع بعض في اليمين والشمال زي بعض، حلو. How to express E dot carried by mass؟ من شوية إحنا عرفنا الثيتا، الثيتا لو ضربتها في M dot الموضوع كده يبقى أنا عرفت إزاي أحسب الـ rate of energy carried by mass. وزي ما بفكركم برضو اللي داخل والخارج ده لازم يكون على الحدود بتاعة الكنترول فوليوم اللي هو كنترول سيرفيس، عشان كده هتلاقي فيه هنا CS وCS. لكن التغير اللي موجود جوه هنا ده تغير خاص بالكنترول فوليوم، الفوليوم نفسه. لو عملنا expansion للإكويشن دي هتلاقي طبعا دي كنا عرفناها في السلايد اللي فات، ان m dot times theta اللي هي h plus v square over 2 plus gz، ودي general form بتاعت ال first law of thermodynamics ل open system، وشرط ان هو يكون steady state steady flow. اذا كان عندي single stream فالsummation بيطير، هنا مش بلاقي فيه سيجما. كمان اذا قسمت على ال m dot الايكويشن دي كلها فبيطلع في صورة سبيسيفيك. طيب إذا ما كانش عندي كاينيتيك انرجي ولا بوتنشال انرجي تشينج بين الان والاوت، وبتحصل يعني، فلما نشيلهم يبقى الشكل عامل كده. طبعا دي كلها حالات خاصة، ولكن الأساس هو الجنرال فورم اللي موجود اللي كنا اتكلمنا عليها في السلايد. دلوقتي عايزين نطبق الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس في الصوره بتاعته للستيدي ستيت ستيدي فلو بروسيس للابلكيشنز اللي احنا قلنا عليها، اللي هي النوزلز والديفيوزرز والكمبريسور والتربن والحاجات دي كلها. فلما نيجي نبص على اول ابلكيشن هلاقيها النوزل. ايه النوزل؟ الفانكشن بتاعت النوزل ايه؟ النوزل مبدئيا هي عبارة عن converging section، يعني section ال cross section area بتاعته بتقل زي بايب كده، والبايب القطر بتاعها بيقل بالمنظر ده كده. طيب نتيجة النقص في ال cross section area بنلاقي إنه السرعة زادت،
ودي الفانكشن بتاعتها زي ما انا قلت في الاول خالص. لو طبقنا الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس في الجنرال فورم على النوزل دي، طبعا هنا مش هتلاقي فيه سميشن لانه انا عندي سنجل انبوت وسنجل اوتبوت. في حاجة مهمة في الإكويشن دي لازم هيحصل لها دروب، لازم مش هتبقى موجودة في أي حال من الأحوال، النوزل مش هتكون موجودة، اللي هو إيه؟ الورك انتر اكشن. أكيد مش هيكون في ورك داخل وخارج من النوزل، لأن النوزل دي عبارة عن أنبوبة بس قطرها متغير. فالورك إن إز زيرو والورك أوت إز زيرو برضه، دول لازم يطيروا من المعادلة. لو عملنا ري ارينج للمعادلة، جبنا الكيو في طرف، هجيب بقى ايه اللي هعمله؟ هجيب الكيو اوت هنا اوديها الناحية الشمال، وهجيب الام دوت في الثيتا اوديها ناحية اليمين. يطلع ايه؟ ان الكيو دوت ان ماينس كيو دوت اوت بتساوي ام دوت. هنا اللي هنبتدي بيه هو ايه بقى؟ اتش اوت، يعني اتش اتنين. لو سميت ده سيكشن واحد وده سيكشن اتنين، يبقى معنى كده ان اتش 2 ناقص اتش 1 بلس في 2 سكويرد ماينس في 1 سكويرد اوفر 2 بلس جي دلتا زد. ده الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس مطبق على النوزل. طيب في اغلب الاحوال طبعا في النوزل لازم يكون الاليفيشن ديفرنس مش سيجنيفيكانت، ما بيكونش مهم قوي يعني، عشان كده بنهمله بنطيره في المعادلة دي حتى لو النوزل دي فيرتيكال. إذا كانت النوزل دي أديباتيك، يعني أديباتيك نوزل دي كلمة مهمة جدا، وبتعني إيه؟ بتعني إنه كمان مفيش كيو، ده معناه إن الدلتا اتش بتساوي دلتا في سكويرد أوفر 2. أنا هنا عايز أتكلم على أهمية التلاتة تيرم دول، اللي هما الـ V squared over the kinetic energy potential energy compared to الانثالبي. في الحقيقة انه كل ترم من دول ممكن يكون مهم في بعض الابليكيشنز ويبقى ليه التأثير الاقوى، وممكن ما يبقاش ليه اهمية قوي. زي ما شفنا من شوية التغيير اللي هو في الارتفاع بتاع النوزل دي، لو كانت vertical الارتفاع ده اللي هيكون كام؟ يعني هيكون متر، 2 متر، 10 متر. 10 متر دي لما تضربها في الجي هيبقى مثلا، افترضنا ان الجي 10 كمان، يبقى بتكلم على دلتا تشينج في البوتنشال 10. التشينج في البوتنشال هيد قيمته 10 مضروب في 10 يبقى كده كام؟ 100. طيب الانثالبي لوحدها، لو جينا نبص على انثالبي، لو بتكلم على هواء، الهواء ده ليه سي بي، لانه طبعا الاتش بتساوي سي بي تايمز التي، فالسي بي لوحدها دي ب 1005، هتقول 1000 مثلا، تمام. درجة الحرارة لو اتغيرت درجة حرارة واحدة، تي 2 ناقص تي 1، اتغيرت درجة حرارة واحدة، ده معناه ايه؟ معناه انه اللي كان هنا 100 جنبه هنا حصل تغيير 1000. طب لو اتغيرت 10 درجات يبقى دي هتبقى 10000. المية هنا، يبقى المية هنا كده في الحالة دي ملهاش تأثير، تأثيرها is not significant. وطبعا اللي بيحصل ان درجة الحرارة بتتغير اكتر من كده بكتير. فعشان كده زي ما بقول لكم we need to pay attention to the significance of each term. وفي كل application انا هقول لكم مين المهم ومين اللي ما بيبقاش مهم. طب احنا هنعرف ازاي انه هو مهم وناخده في اعتبارنا، وان هو مش مهم ومش هناخده في اعتبارنا؟ عن طريق data given. لو عندي data given وجيت حسبت، بتكلم على المسائل داتا جيفن للسرعات والدرجات الحرارة، خلاص الزد ملهاش لازمة. طب وفي الحقيقة؟ في الحقيقة انت هتعرف، لانه لما يكون عندي فرق الارتفاع معروف زي ما انا قلت من شوية كده، ولاقي ان النوزل دي موجودة في صاروخ او في جيت انجن، فرق درجات الحرارة بين الدخول والخروج 100 درجة، مع الالف يبقى 100 الف، ودي كمان دي قلنا عليها 100، المية دي ولا حاجة بالنسبة للمية ألف، تمام؟ ده شيء مهم جدا لازم
ناخده في اعتبارنا. الديفيوزر هو ابلكيشن تاني، ده بنستخدمه عشان او في حالة لما يكون عايزين نزود الضغط. شكله عكس النوزل، فالفلويد بيدخل من الكروس سكشن اريا الصغيرة وبيخرج من الكبيرة. نفس الاكويشن اللي استخدمناها هناك هنستخدمها هنا، وبنلاحظ ان الدبليو دوت بزيرو. نفس الاناليسيز هتلاقيها هنا وهنا وهنا واحدة، وليه نفس الاكويشن. بس الفرق ان هناك السرعة كانت بتزيد والانثالبي بتقل، هنا اللي بيحصل ايه؟ ان السرعة بتقل والانثالبي بيزيد. ابلكيشن مهمة جدا موجودة كتير، وهي التربن. التربن دي ممكن تبقى تتوجد في كذا شكل، بس خلينا نتكلم على الفانكشن بتاعت التربن الاول. امتى بنحتاج التربن؟ لما تكون عايزين نخرج باور. عايز اخرج باور ميكانيكال شافت باور دبليو دوت اوت. طيب ده عن طريق ايه؟ عن طريق يا اما تكون ووتر توربين، جاس توربين، ستيم توربين، او ويند توربين. اهم الاربعه جاس توربين، فالفلوينج فلويد هو عباره عن جاز. ستيم توربين لما يكون ستيم، ويند توربين دي اللي موجوده زي في الزعفرانه كده، اللي هي حقول الرياح او التربين اللي بيبقى موجود فيها التربينات الهوائيه، والووتر تربين زي اللي موجوده في السد العالي. كل واحده من دول بيستغلوا او بيستخدموا واحده او سورس من الثلاثه دول عشان ينتجوا الباور اوت، عشان ينتجوا الرقم ده. هنشوف دلوقتي كل واحدة ازاي بتحصل او بتجنريت باور من الثلاث ترمات دول. خلينا نتكلم الاول على الانرجي بالانس او على الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. شكله واحد، اللي طبق على التوربين مطبق على النوزل مطبق على الديفيوزر. بس الفرق في ايه؟ انه في حاجات ما بتبقاش موجودة، حاجات لازم تكون صفر. زي في الحالة بتاعتنا دي، أنا متأكد إن التوربين هتخرج باور، يبقى مفيش باور إن، يبقى الـ W dot N دي لازم تكون زيرو. طيب عملنا ودينا الباور والريت أوف هيت الناحية التانية، الاتنين دول هناخدهم كده ونوديهم الناحية التانية، الاتنين دول كده نوديهم ناحية الشمال، يبقى عندي كيو إن ماينس كيو اوت ماينس دبليو دوت اوت. ده هيساوي ايه؟ هيساوي الفرق بين الاثنين دول. طيب الجاس والستيم توربين بيستخدموا ايه او بيلعبوا على ايه؟ ازاي هوجد الرقم ده من جاز في جاس او ستيم توربين؟ عن طريق فرق الانثالبي. في عندي جاس او ستيم بيبقى هوت داخل، بعمل اكسبانشن للستيم او للجاس ده واخرجه من هنا، درجه حرارته بتقل. فنتيجة أو temperature difference due to expansion اللي بيحصل ده بيبقى indication ل mainly بيكون indication للباور. قد يكون هناك تأثير للسرعة، بس يعني ما بيكونش significant. هي أهم حاجة إنه كل ما يكون عندي الجاز ده سخنة أكتر، كل ما يديني باور أكبر. وزي ما انتم شايفين الـ relationship هنا وهنا is proportional. هنقول دلوقتي الـ negative sign دي ليه موجودة وهنحولها ازاي. طيب الـ wind turbine دي هتلعب على ايه؟ هواء درجة حرارته ما بتتغيرش، بيدخل على المروحة يدورها ويخرج بنفس درجة الحرارة، فالدلتا اتش ليس لها أي تأثير. البوتنشال انرجي الهواء ده داخل افقي في الهوريزونتال ويند توربينز، بيدخل افقي وبيخرج افقي، فما فيش تغيير في الزد. امال دي بتلعب على ايه بقى؟ على الكاينتيك انرجي. الووتر توربين بتلعب على ايه؟ بتلعب على فرق الارتفاع بتاع الميه بين دخول او بين بين المكان اللي عنده هاي بوتنشال والمكان اللي عنده لو بوتنشال. انا بحط الووتر توربين
في مكان بيكون بين بحيرة ناصر مثلا في السد العالي، بين بحيرة ناصر وبين نهر النيل، عشان بحيرة ناصر دي فيها مياه with high potential energy MGZ اللي موجودة فيها كبيرة جدا. باخد ال MGZ دي، ال energy دي، الزد دي، ال energy دي بعملها extraction عشان اخرج باور. طيب تعالوا نشوف لو عملنا rearrangement لل equation دي. طبعا ال الايكويشن دي هي نفس اللي فوق، بس لو عملنا ري ارينجمنت وفرضنا ان التربن دي ادياباتيك، ادياباتيك يعني ايه؟ كيو دوت بتاعتها بصفر، ان او اوت، سواء ان او اوت بصفر، ودخلنا النيجاتيف ساين دي جوه. خلي بالك هنا بقى ايه اللي حصل، انه بدل ما كانت اتش واحد اتش اتنين ناقص اتش واحد قلبت بقت اتش واحد ناقص اتش اتنين. ده لوجيك، لانه اللي داخل لازم يكون هاير انرجي ذان الاوتبوت، لأن اللي داخل ده هو اللي بيحرك الدنيا، هو ده اللي عنده انرجي كبيره بخرج جزء منها في صوره وورك. وطبعا الفيلوسيتي هتتعكس والبوتنشال كمان. بالنسبه للانكمبريسبل فلويدز اللي هي حاله الووتر توربين، الايكويشن از فيري سيميلر، بس اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بلاقي انه في عندي تيرم اللي هو الدلتا اتش، بدل ما كنت بتكلم هنا على دلتا اتش هتكلم على دلتا بي اوفر رو، لانه الدلتا اتش بتساوي الدلتا بي اوفر رو في حاله الانكمبريسبل فلويدز فقط، يعني لما اكون بتكلم على ميه مثلا. الكلام ده غير لا ينطبق على الغازات، الغازات لازم تكون دلتا اتش اللي هي بنحولها طبعا لسي بي دلتا. طيب ابلكيشن تانيه اللي هي الكمبريسور، أو الكمبريسور ده شكله خلي بالك انه في التوربين كان الدخول من السكشن الصغير وبيخرج من الكبير، هنا في الكمبريسور بدخل من السكشن الكبير وبخرج من الصغير طبعا لانه بيتضغط. عشان اعمل الحركة دي عشان اضغط الجاس اللي هي الفانكشن بتاعت الكمبريسور، ان انا اضغط جاس لازم ادخل له work، يبقى في عندي Wn. يبقى في الايكويشن بتاعتنا اللي هي الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس لازم ال W dot out هي اللي تكون قيمتها بتساوي 0. مفيش حاجة جديدة هنتكلم عليها، الايكويشن دي والشكل ده طبعا عارفينه. تلاحظ هنا ان ال W dot in دي بتحتاج ايه؟ الخارج ناقص اللي داخل. كان في التوربن W dot out هي ايه؟ هي اللي داخل ناقص اللي خارج، هنا بقى العكس، اللي خارج ناقص اللي داخل. وطبعا الزد اهملناها لانه في الحاله دي بتاعت الكمبريسور ما بتكونش سيجنيفيكانت، فرق البوتنشال انرجي في الدخول والخروج مش ذو اهميه زي فرق الانثالبي والسرعات. زي بالظبط الووتر توربين بالنسبة للحالة بتاعت التوربين، البامب هي زيها زي الكمبريسور، بس البامب بتهندل ليكويد، بتهندل انكمبريسبل فلويد. عشان كده الايكويشن هتبقى ذا سيم، بس اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بريبليس الدلتا اتش بدلتا بي اوفر رو. خلي بالك ده كونسبت مهم لازم تبقى عارفه، امتى تستخدم دلتا بي اوفر رو وامتى تستخدم دلتا اتش. الاساس هو دلتا اتش، ولكن اذا حصل وكنت بتكلم على ميه فالدلتا اتش دي هتساوي دلتا بي اوفر رو. ابلكيشن تاني على الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس يا جماعه اللي هي ثروتلينج فالف. الثروتلينج بروسيس دي او ثروتلينج ان جنرال يعني مش مرتبطه بانه يكون فالف او شرط ان هو يكون فالف. فلو الثروتلينج ده ممكن يحصل عن طريق فالف بالمنظر ده كده، اذا حصل انه الفالف ده قفلته قفله بس ما قفلتوش بالكامل، خليت فيه فتحه صغيره جدا موجوده تحت، ده بيعمل عمليه بنسميها ثروتلينج، او نقص شديد في الضغط بتاع الفلويد وهو ماشي. الثروتلينج ده او الثروتلينج بروسيس ممكن تتعمل كمان ببورس ماتيريال زي السفنج طبعا، بس اللي موجود هنا ما بيكونش زي السفنج، بيكون سوليد وفي فتحات بتسمح للفلويد ان هو يعدي، بس بيقابل ريزيستنس عنيفه جدا
بتخلي الضغط يقل من الدخول للخروج significantly. نفس الاكشن ممكن نحصل عليه لو كان القطر بتاع الماسوره ده صغير جدا. فلو استخدمت كابيلاري تيوب طويله فده هيديني نفس افكت الثروتلينج. الثروتلينج بروسيس دي بتحصل فين؟ دي بتحصل في الريفريجريشن سايكل، في الريفريجريتور او الاير كونديشنر، الاثنين فيهم ريفريجريشن سايكل، ودي كومبوننت مهمه جدا في الريفريجريشن سايكل. طيب ازاي هنقدر نطبق الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس على الثروتلينج بروسيس؟ فالثروتلينج اذا حصل باي وسيله من الوسائل دي سواء فالف او غيره، طبعا مفيش ورك انتر اكشن، عشان كده الورك هنا قيمته بصفر. طيب يبقى كيو دوت ان ماينس كيو دوت اوت، هنودي الترم ده هناك زي ما عملنا قبل كده، بتساوي هيطلع لي بيساوي ام دوت دلتا اتش في التشنج في الكاينتيك انرجي في التشنج في البوتنشال انرجي. اذا حصل ان الهيت ترانسفير الان والاوت دول كانت قيمتهم بتساوي صفر، يعني الحاله زي بتاع الحاله زي بتاع حاله الفالف دي، الحاله دي بيكون فيها الهيت ترانسفير مش موجود. ليه؟ لانه الثروتلينج حصل صادنلي، حصل في السكشن ده. فلو الكنترول فوليوم هو الفالف ما بيكونش فيه حراره لحقت تنتقل للداخل او للخارج. عشان كده الكيو بتساوي صفر. طب حاله زي البورس ماتيريال او الكابيلاري تيوب، لا هنا في مسافه، يبقى في مساحه او في وقت ممكن الحراره تنتقل فيه. عشان كده بتصبح الايكويشن اذا كانت الكيوب صفر تصبح الايكويشن فيري سيميلر للايكويشن بتاعت لو فاكرين النوزل او الديفيوزر. طيب عاده ما بيكون الدخول والخروج زي ما انتم شايفين قطر واحد. قطر واحد يعني ايه؟ سرعه واحده، يعني الفي واحد بتساوي الفي اتنين. عشان كده عادة بيكون التروتلينج فالف او التروتلينج بروسيس بتكون كورسبوندنج ل كونستانت انثالبي. يعني انا ممكن اوصف الثروتلينج ان هو عباره عن كونستانت انثالبي بروسيس، بشرط انه يكون القطر اللي داخل واللي خارج واحد، بشرط انه يكون مفيش انتقال حراره حصل، يبقى في الحاله دي انثالبي كونستانت. طب لو كان ده ايديال جاس، الايديال جاس ده معناه انه الاتش بتساوي سي بي تايمز التي. يعني انا لو ماشي جاس هنا لا هيحصل له ثروتلينج ولا حاجه، درجه حرارته مش هتتغير، ضغطه يتغير بس درجه حرارته ما تتغيرش. بس مش ده اللي بيحصل في الريفريجريشن سايكل. في الريفريجريشن سايكل الثروتلينج فالف انا لازم اعدي عليه ليكويد. عشان كده في الليكويدز الضغط ودرجه الحراره بيتغيروا مع بعض. لكن اذا كان غاز الثروتلينج لا يؤثر في درجه حرارته. الميكسينج ده نوع تاني من انواع الابليكيشنز اللي ممكن نقابلها في الحياه العمليه. بيبقى عندي ستريم داخل، اكتر من ستريم داخل، وستريم واحد خارج او العكس. بنعمل ميكسينج هنا بين تو ستريمز. اللي داخل ده ام دوت 1 في الاكزامبل اللي قدامنا، ام دوت 1 وداخل ام دوت 2 وخارج ام دوت 3. طيب احنا عرفنا من الماس بالانس او من الماس كونزرفيشن ان السيجما الام دوت لازم تتساوى، اللي داخل يعني بيساوي اللي خارج. عشان كده بيطلع ان الام دوت 1 و2 مجموعهم بيساوي 3. طب والانرجي بالانس بتقول لي ايه؟ طبعا شكل كلنا عارفينه بالمنظر ده كده. هنا هيبقى فيه سميشن. السميشن في حاله الاكزامبل بتاعنا ده مش هتكون في الاوت، لان الاوت واحد، لكن الان عندي 2. فعشان كده لما ننقل الكيو والدبليو الناحيه الثانيه، انا ممكن يبقى هنا عندي ورك، ممكن يبقى عندي هيت ترانسفير بتحصل. ورك زي ايه؟ زي مثلا سخان كهرباء بدخله هنا، او ستيرر حاجه بتقلب الميكشر اللي موجود جوه عشان تضمن جود ميكسنج. فدي حاجه ممكن تحصل. طيب في الرايت هاند سايد هيبقى فيه ايه؟ هيبقى عندي ام دوت 3 في الثيتا 3
minus m dot 1 theta 1 minus m dot 2 theta 2. الثيتا دي اللي هي مجموع ال h وال b سكور على 2 وال gz. طيب إذا حصل إن كانت السرعة واحدة، البوتنشال واحد، يعني أو بمعنى تاني السرعة ليس لها تأثير والبوتنشال ليس له تأثير، والتأثير الأقوى والأكبر هو للإنثالبي تشينج، يبقى في الحالة دي أنا بقدر أقول، وكمان لو ما كانش عندي ورك وما كانش عندي هيت ترانسفير بتحصل، يبقى في الحالة دي أنا أقدر أقول لو الميكسنج تشامبر دي معزولة وما فيش ورك انتر اكشن، بقدر اقول ان ال m dot 3 h 3 هي m dot 1 h 1 plus m dot 2 h 2. تلاحظ ان الايكويشن بتاعت الانرجي very similar للماس conservation equation، بس اللي حصل ان انا بدل ما بتكلم على m dot 1 بتكلم على m dot 1 times h، m dot 2 times h لازم تساوي m dot 3 times h 1. آخر أبليكيشن هنتكلم عليها هي الهيت إكسشينجر. الهيت إكسشينجر ده عبارة عن جهاز بيبادل الحرارة بين كولد سايد وهوت سايد. بيبقى عندي تو ستريمز من الفلويد، وواحد بارد وواحد درجة حرارته بتكون أكبر من درجة الحرارة دي. فتعالوا نشوف هنا ده إكزامبل لنوع من أنواع الهيت إكسشينجرز. بيبقى فيه فلويد A داخل درجة حرارته 20 وماشي كده بيخرج 50. طب ايه اللي بيسخنه؟ بيسخنه فلويد B ماشي كده درجة حرارته داخلة 70 وبيخرج من الناحية دي درجة حرارته 35 بيبرد. فبي بيبرد وايه بيسخن. النوع من انواع الهيت اكشنجرز دول اللي هو اللي انا رسمه ده، ده بنسميه كاونتر فلو هيت اكشنجر. في نوعين تانيين من انواع الهيت اكشنجر اللي هو البارلل فلو، لما يكون لو عكسنا الفلويد بي ده دخلناه من هنا من الناحية دي فهيمشي في اتجاه نفس الاتجاه اللي ماشي فيه ايه، ده بنسميه بارلل فلو. وفي نوع تالت اسمه كروس فلو هيت اكشنجر اللي هو زي الرادياتور بتاع العربية، المايه بتمشي في الرادياتور من جوه في المواسير بتاعة الرادياتور من جوه في بلان، والهواء بيعدي عليها في بلان تاني عشان يبردها، عشان كده سميناه كروس فلو. اوكي طيب زي ما اتفقنا الايكويشن واحده، اهم حاجه في التعامل مع الابلكيشنز ان انا اكتب الايكويشن بتاعه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس الاول، وبعدين استنتج منها بناء على الكيس اللي موجوده قدامي ايه اللي بيطير وايه اللي هنحسبه وايه اللي مش هنحسبه. فطبعا عندي energy balance وعندي mass balance، هنا عندي multiple inputs multiple outputs، فلازم ابقى واخد بالي. لما نيجي نعمل control volume analysis، control volume هيكون على زي ما انتم شايفينه كده، انا رسمه dotted line على ما يوجد بالداخل هنا اللي بيحصل هنا ايه. فعندي ايه كام state بقى؟ عندي state واحد ده داخل، اتنين خارج، تلاتة ده داخل، واربعة خارج. مهم قوي ان احنا نعرف انه في نوعين من انواع انتقال الحرارة، واحد مرغوب فيه وواحد غير مرغوب فيه. طب ايه اللي مرغوب فيه؟ انا مرغوب ان انا انقل الحرارة من الهوت ستريم للكولد ستريم. طيب لو حد عمل ديزاين لهيت اكسشنجر بالمنظر ده بكده، بحيث ان فلويد بينقل حرارة للجو، ما هو ده انتقال حرارة برضه، بس ده غير مرغوب فيه. ده ما بيأديش الفانكشن اللي انا عامل على اساسها الهيت اكسشنجر. انا عايز الهيت اكسشنجر ده لو هو جود ديزاين انه ينقل كل الحراره من بي لاي، لو هو باد ديزاين يبقى الحراره مش كلها تتنقل من بي لاي. لو قلت ان مثلا 50% يبقى ده ضايع، ما مش هستفيد بيه حاجه، 80% احسن شويه، 90 احسن واحسن. وثيوريتيكالي بقى او اللي هو البيرفكت هيت اكسشنجر انه يكون اللي بيفقده بيه هو اللي بيروح ليه. طيب لو طبقنا الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس على الكنترول فوليوم ده، يبقى كيو دوت ان ماينس كيو دوت اوت زي ما اتفقنا هنا مش هيكون، عاده ما بيكونش فيه ورك انتر اكشن، عشان كده الورك مش موجود. هسمي الام دوت اللي بتمشي في فلويد بي او بيمشي بيها فلويد بي هي ام دوت بي، والعكس بالنسبه لايه هسميها ام دوت ايه.
يبقى ام دوت بي ثيتا 2 ده خارج الاوتبوت الاول، خلي بالك، بلس اللي خارج من ايه بقى، او في ستريم ايه، ستريم ايه ده خارج منين؟ إيه؟ من 4، يبقى ام دوت اي ثيتا 4. طب اللي داخل ام دوت بي ثيتا 1 ماينس ام دوت اي ثيتا 3. تعالوا نري ارينج الايكويشن دي، هتصبح ايه؟ هتصبح كيو دوت ان ماينس كيو دوت اوت بتساوي، بعد ما هعمل الارينجمنت والثيتا دي هشيل منها الافكت بتاع الفيلوسيتي والافكت بتاع البوتنشال، فالثيتا كانها زيها زي الاتش، فيطلع ايه؟ ان الام دوت اي هي اتش 4 ناقص اتش 3، ام دوت اي تايمز اتش 4 ناقص اتش 3 ماينس ام دوت بي تايمز اتش 1 ماينس اتش 2. تلاحظ ان كل ترم من دول بيعبر عن كيو دوت، بيعبر عن كمية حرارة. طيب الاولاني ده بيعبر عن ايه؟ عن كمية الحرارة اللي اكتسبها فلويد ايه. ايه دخل من 3 سخن ل 4، خد حرارة قد ايه الاخ ده؟ ام دوت ايه تايمز دلتا اتش، اتش 4 ماينس اتش 3. طيب اللي خده ايه؟ لو ده بيرفكت هيت اكسشينجر ومفيش حرارة خرجت بره، هيتساوي ايه؟ ام دوت بي تايمز اتش 1 اللي فقد من 1 ل 2، اتش 1 ماينس اتش 2. طيب الاثنين دول المفروض ان هم يساووا بعض. طب لو ما ساووش بعض، لو ما كانش ده بيرفكت هيت اكسشينجر، هلاقي ان هنا الكيو ان والكيو اوت دول بقى اللي غير مرغوب فيهم. ايوه يعني طبعا في الغالب بتكون اوت غير مرغوب فيهم، وليهم تأثير سلبي على تساوي الطرفين دول. يعني لو قلت ان هنا كان 10 وده سوى 10، يبقى ده البيرفكت هيت اكسشينجر. طيب اللي فقدوا بيه كان 10 وده ما كانش 10، كان 9، ده معناه ايه؟ معناه ان في هنا خارج واحد، لازم يكون في خرج واحد بالتأكيد. طيب لو ده بيرفكت هيت اكسشينجر، ده معناه ان الترم ده بيساوي زيرو، وبيكون اللي داخل زي ما اتفقنا بيساوي ايه؟ بيساوي اللي خارج، وهو ده الاوبجيكتيف بتاع الهيت اكسشينجر، ان انا انقل الحراره من هوت سايد لكولد سايد زي ما اتفقنا.